بص حضرتك يا اما بتختار اول حاجه تحدي يا عقاب، ودي اللي بتختارها بس مزاجك حضرتك اول مره، بعد كده على حسب ما بتقف. امشي انا طيب ولا اعمل ايه؟ لا لا انا بشرح له بس. طب حضرتك يا بابا حضرتك تحب تختار ايه، تحدي ولا عقاب؟ بيع اي منتج للقاعدين. بس انت راح تقول في ايه يلا؟ لا ده بس حضرتك مكتوب يا بابا، بيع اي منتج للقاعدين، بيع اي حاجه لحضرتك لينا. بيقول له الحزام. لا بص بقى حضرتك، القلم ده كل مميزات بدأناها. اتفضل حضرتك اشرح لنا يا بابا. حلوه اللعبه دي، ركز معايا بقى عشان ايه. القلم ده اول ميزه فيه ان هو بيكتب، تمام؟ تاني ميزه فيه ان انت لو مش هتوش دلوقتي هيطلع عينك. لا حضرتك بقولك تقنعني مش تحددني. خد اشتري القلم كده البحر. ايه شكل حلو؟ اتفضل حبيبي، ما يحش حضرتك وما يحش الاداء، انا موافق. الحمد لله رزق. بتعمل ايه يا كادر البحر انت؟ ما بتذاكرش ليه؟ بذاكر يا بابا. طب ما رامي هو قاعد على الموبايل وجاركس قاعد بيلعب بالبلاي ستيشن. هما يا كادر البحر خلاص امتحاناتهم، اما انت لسه اقعد ذاكر. حاضر يا بابا. والله رامي انا خمسه كده هروح وجاي، لو مسك الموبايل او ساب المذاكره هاجي اسالك وهحلفك، لو كدبت هزعلك. حاضر حاضر يا عم، والله لو ما ذاكرش هقول لك ان هو ما ذاكرش. طب تمام. ابويا جاي ابويا جاي، يلا الخطه. ولا اقلع اقلع بسرعه. اقلع ايه يا عم انت عايز ايه؟ طيب هات بعدين. روح اقعد جنبه، لو ابوس عينك هو كان بيذاكر قول له كان بيذاكر. طب هو كان بيذاكر يا عم انت مالك؟ روح. قول لي يا رام كان بيذاكر ولا لا؟ يا عم كان بيذاكر كان بيذاكر. احلف يا رام. والله كان بيذاكر. ماشي. لا والله دخلت عليا انا اشتريتها يالا، لما غيرت التيشيرتات كده ما عرفتكوش من نفس الكوتش يا كلب البحر انت. الله اتقفشنا. اجري اجري يا جماعه. رفيع قديم يا كلب البحر.